كهو ربي يسر إن شاء الله. افتكاك منطقة وسط الميدان هي غاية كل ممرن من أجل فرض طريقة أداء فريقه. الاندفاع البدني يسيطر على بداية اللقاء. أول محاولة تأتي من مجد المصراتي في دين محمد بودربلة. إيهاب المساكني في نهاره ورعت كل كرة اختيرة على دفاع النجم. يجرب الكرة الثابتة أيضا المفاجأة. محمد أسليتي يصاب، أكرم معتوق ياخو مكانه منذ دقيقة 22. النجم شبه غايب رغم محاولات حاتم البجاوي والبرازيلي دانيلو. الملعب التونسي أكثر جرأة، محاولاته تتعدد. محمد بودربلة في زوز مناسبات يدخل أقبل إيهاب المساكني. أيضا قدام محاولة محمد بن عمار. في المرة الثالثة يقبل الأمر الواقع، ما يلقى حتى حل لمنع كرة نفس اللاعب من معانقة الشباك. كرة تنطلق من وسط الميدان وواحدة اثنين بين مهدي بن ضيف الله إيهاب المساكني بذكاء محمد بن عمار اللي بمجهود فردي يتجاوز خمسة مدافعين ينفرد بالحارس والبقية هدف أسعد أحباء فريق بارد. هدف كان كافي لأبناء نبيل الكوكي لإنهاء ال 45 دقيقة الأولى متفوقين رغم الضغط اللي فرضه النجم في اللحظات الأخيرة. في الشوط الثاني عادل الشادلي ياخو مكان محمد علي نفخ. النجم يقدم وجه مغاير، محاولاته تتعادل. رامي جريدي في نهارو حوار مع المالي ياكوبا ديارا الكلمة في ثلاث مناسبات تعود لحارس مرمى الملعب التونسي. الممارن خالد بن ساسي يلعب كل أوراق، لسعد الجزيري مكان دانيل، أمين الطيف عوض لمجد الشهود، والتعادل يضيع على ياكوبا ديارا. النجم بجميع الطرق بحث على العودة في النتيجة بما في ذلك لعب الكرة القصيرة. الملعب التونسي كان متفتت وصلب في الآن نفسه، لعب على عكس الهجومات بواسطة حسام الدريدي معوض محمد بن عمار اللي مثل اختر على دفاع منافسه. الوقت يمر، النجم يزيد في ضغطه، رامي جريدي يتألق ينجح في صد كل المحاولات اللي كان مصدرها أمين الطيب وخاصة ياكوبا ديارا. يحكم على النجم بالانقياد لهزيمته الأولى في الموسم ويكون وراء عودة فريقه لأجواء الانتصارات من الباب الكبير. قدمناش المقابلة المنتظرة لا شوط طول ولا رغم الشوط الثاني، وتعرف مقابلة البطولة لازم يكون يعرف كيفاش يتعامل معها اللاعبين الخبرة، ثم لاعبين ذو خبرة لازم يوظفوا الخبرة نتاعهم في الميدان. أنا شفنا اليوم خسارة ثلاثة نقاط خاصة المورين في الشوط الثاني على المردود الإيجابي اللي قدموه ردة الفعل، لكن النتيجة ما تبتش. أستاذ باش نلعب على الشامبيونان؟ إن شاء الله، علاش لا؟ جمعية كبيرة زالة، لكن إن شاء الله إن شاء الله ناويين معناها مع اللاعبين مع الإدارة مع الجمهور نتاعنا إن شاء الله تدخلنا مونتاليتي وانا باش نعملوا عام خير من العوام الاخرى، ما نعرفش الشامبيونان ولا مي باش نعملوا عام باذن الله خير من العوام الاخرى. اذا هذا بالنسبه لمباراه النجم الرياضي الساحلي الملعب التونسي. بسرعه وجدي، النجم الرياضي الساحلي يفقد نجم